شكرا سيد الرئيس، سيدة والسادة المستشارين المحترمون. سيد المستشار شكرا على السؤال حول وضعية الموارد البشرية العاملة بوزارة النقل واللوجيستيك. بغيت غير نشير على أنه الهيكلة الحكومية الجديدة تبعا لها تم بموجب ذلك فصل قطاع النقل واللوجيستيك عن قطاع تجهيز الماء باش نسرعوا وتيرة الإصلاح ونحقق في الزنوعية للقطاع باش نأهلوه لمواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بتطور التكنولوجي والنقل المستدام وواجهة المنافسة الدولية. أقدمت الوزارة على اعتماد من نظام جديد ابتداء من فتح يناير 2022 تيراعي خصوصية كل نمط من أنماط النقل. وحدثنا أيضا ثلاث مديريات جديدة أفقية باش تدعم عمل المديريات القطاعية، وذلك باش نعززوا الحكمة في القطاع وباش نرفعوا من المهنية والتنافسية والجودة ديالو. هذا المنظم الجديد واكب العمل به توزيع جميع الموارد بين الوزارتان وإعادة انتشار الموارد البشرية، حيث تم إعداد القرار المشترك بين وزير النقل واللوجيستيك ووزير التجهيز والماء تخضيب توزيع الموظفين بين الوزارتين، إضافة إلى إلحاق قطاع الطيران المدني بوزارة النقل واللوجيستيك. تبلغ حاليا مجموع الموظفين العاملين بهذه الوزارة 978 موظف وموظفة، موزعين إلى 389 بالمصالح المركزية و 589 بالمصالح اللامركزة. وتبلغ أيضا عدد الموظفين الموجودين في وضعيات في وضعيات الإحالة على الاستيداع حوالي 660 موظف. في إطار قانون سنة المالية ديال 2022 تم تخصيص 28 نصيب مالي باش نعززوا الموارد البشرية ديال الوزارة. تنأملوا يتم تعزيز هذه الموارد خلال السنوات القادمة سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد الخارجي، باش نرفعوا ايضا من الكفاءات والتدبير المستقبلي للاطر وباقي الموظفين. تقوم الوزاره ببرمجه دورات التكوين المستمر على صعيد القطاع، وباش نحفزوا الموارد البشريه غادي يتم تنظيم امتحانات الكفاءات المهنيه في مواعيدها. كما بغيت نشير الى ان الموظفين في الوزاره يستفيدون من الخدمات المقدمه من طرف مؤسسه الاعمال الاجتماعيه للاشغال العموميه. وشكرا سيدي.